نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من تونس الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد عبيد. دكتور خالد، أهلا بك معنا. بعد أن تم نشر مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، يعود الآن الرئيس التونسي قيس سعيد ليدخل بعض التعديلات على هذا المشروع، مشروع الدستور التونسي الجديد، ويقول بأن هذه التعديلات تندرج في إطار تعديل أخطاء شكلية. ما أهمية هذه التعديلات الآن دكتور؟ اولا عيد سعيد ومبارك لك ولكل المسلمات والمسلمين في كل انحاء العالم. هو فعلا هذه التعديلات هي ذكر الرئيس قيس سعيد بانها شكليه، لكن هي في ذات الوقت هي جوهريه. واعتقادي ان الرئيس قيس سعيد المعروف بانه لا يتراجع ابدا في اي قرار يتخذه مهما كانت الظروف، رايناه هذه المره قد تراجع، وهذا التراجع يأتي استجابة لبعض مواقف مؤيدي رئيس قيس سعيد الذين دعوه بأي طريقة كانت، حتى سواء سرا أو جهرا، إلى ضرورة إدخال بعض التلقيحات حتى يقع تصبح هذه النسخة مقبولة للجميع. والذي حدث هو أن رئيس قيس سعيد أولا قام بتغييرات على مستوى الشكل، وهذا صحيح لأنه حدثت هذه التسريبات في من حيث الشكل، ولكن والمهم في كل هذا أنه قام بإحداث بعض التغييرات على مستوى المضمون، وهذا هام جدا بالنظر إلى أن الغاية من هذه التغييرات على مستوى المضمون، وهو أمر لم نتعوده من رئيس قيس سعيد، إنما غايته هو سحب البساط من كل خصومة الذين قاموا برد فعل قوي بمجرد نشر مشروع الدستور يوم 30 جوان يونيو الفارق، ومن بغاية دعوة كل التونسيين من أجل عدم القيام بالتصويت. دكتور خالد، تقول بأنه يعني هي التعديلات جوهرية وتحدث عن تغيير في بعض ربما المفاهيم، لو تعطينا أمثلة دكتور خالد تحديدا على بعض هذه التعديلات، خاصة بأننا نتحدث هنا عن 46 فصل تم إدخال التعديلات عليها. التعديلات الهامة هي تخص خاصة الفصل الخامس من مشروع الدستور، والفصل الخامس حدث عليه جدل كبير جدا بالنظر إلى أنه هذا الفصل الخامس يعوض الفصل الأول من الدستور السابق الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام، فجاء هذا الفصل وقال تونس هي جزء من الأمة الإسلامية، وذكر بأن الدولة لوحدها عليها أن تعمل لوحدها على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف، وهنا بالذات حدث الجدل على أساس أن هذه الدعوة أو ما هو مشروع هذا الفصل الخامس مشروع لإقامة دولة دينية وفق التفكير السلفي. ولهذا السبب رأى رئيس قيس سعيد أن يسحب البساط من هكذا دعوات من شأنها أن تثبت الناس على المشاركة في الاستفتاء، وذلك عندما أضاف كلمة هامة وجوهرية وهي أنها على الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام، وهنا أعتقد أنه بهذه الطريقة قد تمكن من أن يسحب البساط من هؤلاء الذين يؤكدون على أن هذا الفصل هو فصل يدفع بأي طريقة كانت إلى الدولة الدينية السلفية. أيضا الفصل الخامس والخمسين والفصل الخامس والخمسين متعلق بالقيود التي تضبط من أجل الحد من الحريات، ما هي الضوابط التي يقع ضبطها من أجل الحد من الحريات، وفي هذه الضوابط التي ذكرت في المشروع الأول الذي صدر يوم 30 يونيو الفارط ذكر كلمة أحدثت جدلا كبيرا، وهو أنه إذا لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا وذكر ما هي الضرورات ومنها الآداب العامة، وهنا هذه الكلمة ارتى الرئيس قيس سعيد أن يحذفها، وحسنا فعل هذا أولا، وثانيا والأهم من كل ذلك أنه أضاف كلمة هامة جدا أنه إن ثمة قيود تفرض على النظام على الحريات والحقوق فلضرورة يقتضيها النظام الديمقراطي. طيب دكتور خالد، أعذرنا المقاطعة، ولكن يعني في هذه التعديلات الأخيرة على مشروع الدستور التونسي، هل برأيك أخذ الرئيس على محمل الجد وأخذ بالاعتبار تصريحات رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بالعيد بشأن نص مشروع الدستور عندما قال بأنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى؟ هل هناك أي ارتباط بالتصريحات وهذه التعديلات؟
الارتباط موجود والتعديلات موجودة، لكن بصفة نسبية وليست بصفة كلية، لأن المضمون الأساسي تم المحافظة عليه في فكر وفي رؤية الرئيس قيس سعيد للفترة التي يريدها من خلال هذا الدستور، لم يغيرها، خاصة مسألة وجود مجلسين، وهذان مجلسان كان في مشروع رئيس اللجنة السيد صادق بعيد كان هناك مجلس نيابي واحد. هناك ايضا مسائل متعلقه بالمحكمه الدستوريه، في مشروع صادق بالعيد رئيس اللجنه كانت المحكمه الدستوريه متكونه من 9 اعضاء، ثلثهم من الاساتذه الجامعه، والثلث الاخر من القضاه، والثلث الاخر من المحامين. لم يراعي رئيس قيس سعيد ذلك، وحافظ على تركيبه المحكمه الدستوريه على اساس الاعضاء كلهم من القضاه. والاهم من كل ذلك ان الرئيس ايضا قام بالتفاته كبيره الى المراه التونسيه، ونحن نعرف العنصر او الدور الجوهري للدور للمراه التونسيه في هذا المجال، وخاصه قدرتها على التعبئه من اجل انجاح اي استحقاق انتخابي، وذلك عندما ذكر ونص في الفصل 89 في تعديله نعم الاخير دكتور. الذي حدث البارحة على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو حق لكل تونسي أو تونسية. كان في المشروع الأول ل 30 يونيو هو نعم الترشح دكتور. الأساس، وكأنه حكر على الذكر فقط دون الأنثى. وهناك معطيات أخرى ومعلومات أخرى تدفع بطريقة أو بأخرى مثل ما ذكرت من أجل سحب طيب. البساط ودفع المترددين كي يشاركوا بقوة في هذا الاستفتاء وإنجاح مشروع الدستور شكرا الجديد. لك دكتور خالد عبيد على المشاركة معنا على كل هذه الإيضاحات. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد عبيد كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.